اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم، فقال النبي صلوا على النبي، فقال النبي وراءه يا كريم. فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم. صلى الله على سيدنا.